السلام عليكم حبايبي الطلاب، النهارده هشرح لكم يونت 6 ذا سكول كونسبت، الدرس الاول ليسون 1. يلا نكتب، بس يا ريت ما تنسوش تشتركوا لنا في القناه عشان نوصل لل 1000 مشترك، وتشوفوا الشرح بتاعنا والموضوع التعبير والباراجرافات والايميلات. يلا نشرح. هاي كريم، وات ار يو دوينج؟ اهلا كريم، بتعمل ايه؟ ماذا تفعل؟ I am helping Mr. خالد clean up the music room. انا اساعد استاذ خالد في تنظيف حجرة الموسيقى. He is getting ready for the concert. هو يستعد للحفلة الموسيقية. Can I help you? هل يمكنني ان اساعدك؟ ممكن اساعدك؟ Sure, you can move the bus. بالتأكيد يمكنك نقل آلة الباص. Put it over there by the window. ضعي هناك بجانب الشباك. Ouch! I can't lift it by myself. لا أستطيع أن أرفعه بمفردي. It is so heavy. إنه ثقيل جدا. Here, I'll take it. سأخذه. Look out. There is a box behind you. انتبه. You got some صندوق خلفك. What is going on in here? What is going on in here? ماذا يحدث هنا؟ We are cleaning up. نحن ننظف. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تدعمونا ونوصل لألف مشترك وننزل لكم فيديوهات جديدة.